مرحبا وحياكم الله متابعين حساب الديحاني، صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. عرضنا اليوم لكم عايدي الموديل 90 جفالي 1924، ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا التانك جديد ما بعد صب فيه مويه. استماره والفحص الدوري منتهي، طبعا الموتر مطول، كان راس تريله تطويله برشام ومشروط تطويله. بالنسبه للغماره مرشوشه رشه قديمه بدون معجون، ما فيها معجون. والموتر زي ما قلت لهم جير وماكينه على الشرط على الفحص، كذلك الجير فقسه. راح اصور لكم داخليه، تطويله برشام، هذا شاصيه برشام، طبعا سست دفرنشاته ودنقله كله حق بلاده. الموتر تو واصل المعرض، طبعا ما جاء عليه سوم ورعي، ما له حد اللي له نظر، نعط رقم التليفون التواصل او يمر المعرض يعطينا سومه. يشتري ماله الا الفحص. فقسته شغاله